أخبار قبل ما ندخل في تفاصيل هذا اللقاء مع نجومنا اللي هينوروني بعد قليل، نجوم النادي الأهلي ونجوم مصر. الدرندلي بيقول قادرون على تحقيق نتيجة طيبة أمام الوصل. أمين الصندوق خالد درندلي رئيس بعثة النادي الأهلي في الإمارات أكد على ثقته الكبيرة في لاعبي النادي الأهلي، وقال إن هم إن شاء الله قادرين إن هم يحققوا نتيجة طيبة في مباراة الوصل النهاردة بإذن الله. زي ما أنتم شايفين قدام حضراتكم لقطات أرشيفية من تمرين الأهلي بالأمس. قال كمان إنه لمس حالة من الجدية والإصرار على وجوه اللاعبين خلال اليومين الماضيين، والجميع عازم على تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية للبطولة. أضاف رئيس بعثة الأهلي أن الأمور تسير بصورة طيبة للغاية، وهناك دعم كبير من جانب جماهير الأهلي دايما، جماهير الأهلي دايما دعم للنادي في الأزمات قبل الأفراح كمان، والتي حرصت على مساندة الفريق خلال تدريباته الأخيرة، وطالبت اللاعبين بضرورة الفوز على الوصل والتأهل للدور التالي. قال كمان أنه بالرغم من الظروف التي يمر بها الفريق إلا أن الأهلي يبقى دائما هو الأهلي، ولا يعرف لاعبوه سوى الفوز وتحقيق البطولات، ومهما واجه من عثرات فإنه دائما ما ينهض من كبوته أكثر قوة. ماشي. محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بيقول خبرات لاعب الأهلي تمكنهم من الفوز على الوصل. النهاردة بقى مش عايزين خبرات ومش عايزين أي حاجة، عايزين رجالة بس، ولما بيكون لاعب الأهلي رجالة بس بيكسبوا أي حد وبيحققوا أي مستحيل، عايزين رجالة بس. محمد يوسف بيقول المباراة أمام الأبطال العرب لا تقبل القسمة على اثنين، أكيد يا يوسف. وأضاف أن المباراة مهمة للأهلي وجماهيره، وكل شخص الجهاز الفني واللاعبون يعلمون ذلك جيدا. وأوضح المدرب العام للأهلي أن الوصل فريق محترم يلعب على أرض وسط جماهيره متسلحا بنتيجة مباراة الذهاب التعادل بهدفين لكل فريق، لكن هناك رغبة قوية لدى الجهاز الفني واللاعبين في التأهل للدور التالي في البطولة. احنا قلت لكم قبل كده أن باتريس كالترون امبارح صرح وقال اتنين ما بتدلش على نتيجة المباراة، الأهلي كان متسيد المباراة معظم أوقات المباراة باستثناء اخر 10 دقايق، ودول اهم حاجه مستر باتريس، اخر 10 دقايق دايما بيبقى فيهم التركيز بيعلى من فرقه وبيقل من فرقه، عشان كده هو قل شويه عندنا، عشان كده جه فينا هدفين، لكن قدرنا نحرز الهدف الثاني، هدف مروان محسن كان هدف مهم جدا وهدف جاب لنا تعادل. ماشي. يوسف قال هناك حاله من التركيز والاصرار بيعيشها اللعيبة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله. وأضاف في ذات الوقت فإن المنافس يتطلع هو الآخر نفس الهدف أكيد، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة اللقاء دايما. وأكيد حضراتكم عارفين جماهير الأهلوية ومحبي النادي الأهلي دايما الفرق اللي بتلعب الأهلي بتبقى عندها دوافع كبيرة جدا، بيلعبوا فريق كبير جدا باسم النادي الأهلي، بيبقوا مستنيين اللقاء على فارغ الصبر، بيبقوا عارفين إن هم بيلعبوا فريق كبير جدا ونادي قرن وفريق ليه تاريخ كبير جدا، فأكيد بيبقى دوافعهم كبيرة قوي قوي ان هم يعملوا اي نتيجة ايجابية، لكن ان شاء الله موضوع صعب جدا ان هم يعملوا نتيجة ايجابية على النادي الاهلي النهاردة باذن الله، وده طبعا من ثقتنا ومن عشمنا في لعيبة النادي الاهلي. يوسف قال ان لاعيبة الاهلي يدركون جيدا خطورة الموقف، وهم جميعا على قدر المسؤولية والحدث، ولديهم من الخبرات ما يمكنهم من عبور ذلك الموقف او المواقف اللي سبق وتعرض لها النادي الاهلي كتير. وأكد يوسف أن جماهير الأهلي الموجودة في الإمارات سيكون لها مردود إيجابي على اللاعبين من خلال دعمهم ومساندتهم للفريق. دايما الجماهير يا جماعة دايما الكل بيضرب بيها المثل، من أول رئيس النادي لغاية آخر حد في النادي دايما يقول الجماهير 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 سلاحنا، وطبعا الجماهير فعلا سلاح النادي الأهلي، عشان كده دايما بقول لكم خليكوا ورا الفريق، وانتوا ورا الفريق الحمد لله في الحلوة أو في المرة قبل الحلوة. سامي قمصان بيتكلم نفس الكلام اللي قاله محمد يوسف برضو، التحفيز واللعيبة عارفين ان المباراة مهمة جدا، عارفين ان هم في مسؤولية كبيرة جدا تجاه جماهير النادي الاهلي، مش عايزين نحمل اللعيبة، لكن ده قدر خلاص، وانا قلت امبارح ان ده قدر على اللعيبة ان هم دايما بيتحملوا المسؤولية ايا كانت الظروف ايه، وايا كانت في اصابات مفيش اصابات، في عوامل خارجية، في حاجات كتير جدا ضدك، لكن هي دي قدر لعيبة النادي الاهلي، وده قدر لعيبة النادي الاهلي ان هم دايما. والنجم الكبير النجم المغربي ونجم الأهلي وهداف وليد أزارو جاهز لمواجهة الوصل اليوم.